أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء غير مجذوذ. فلا تك في ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا
إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وما ربك بغافل تلك آيات الكتاب المبين
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت